وبيبقى حاجه زي السيفر ديزيز. سيفر ديزيز ده برضه بيحصل بس عند الكالكينيوس، عند الانسيشن اوف تندو اكيلس. انسيشن في الكالكينيوس بيحصل برضه حاجه انفلاماتوري كونديشن مشابهه للاسجوت شاتر، بيبقى ابوفيزايتس. ابوفيزايتس اللي بتلاقي فيه فاجمنتيشن بارشل سيبريشن، وبيبقى انفلاميشن موجود في المكان ده برضه بالديفينشال دياجنوزيس، او ممكن بوني او سوفت تيشو تيومر او حاجه اسمها هيب بوينتر، ده بتبقى لوكالايزد بين على الهيب، ما بنشوفهاش كتير. بس هو الاساس ان انا عارف ان في ديفينشال دياجنوزيس اللي هما الاثنين هتلاقيهم زي بالظبط مع بعض. بس احنا بقى عارفين ان احنا عندنا هنا في حاجه اسمها بلفيك ابوفيزايتس، وفي ماسل ستين لازم مهم قوي اعرف السيبريت ما بينهم ما بين البلفيك افالجن فراكشر. طيب بعمل له ايه؟ اول حاجه بعمل له الاسعاف، بعمل له الاول الانفستيجيشن بتاعتي، ان انا بعمل له اكس اي فيو انتروبوستيريو فيو عشان اشوف البلفيس والافالجن. ساعات بحتاج اديشنال فيو اوبليك فيو اسمه جودي فيو، ده بيشوف البيتا فيتولايزيشن الانتيريو انفيولك سباين والانتيريو سبيولك سباين، ده اسمه جودي فيو او اوبليك فيو، ان انا بعمل قبلك البيم شويه فاقدر اكس الفيو بتاعي على الانتيريو انفيولك سباين انتيريو سبيولك سباين عشان اقدر اشوف برضه هل فيهم هم كمان افالجن ولا لا. وبيفيدني قوي ان انا اعمل كومبيرنج للنورمال سايد، ان انا ابص على النورمال سايد. يعني احنا لو رجعنا اكس اي زي دي مثلا، انا لما عملت له اكس اي هنا شفت ده نورمال سايد سليم، شوفوا هنا الفائد بين ده وده، هنا الابوفيسس مكانه اهو موجود في مكانه، فيه هو لسه ما حصلوش اوسيفيكيشن، هنا اتفصل من مكانه، فده اللي هو الافالجن فراكشر اللي حصل. فده مهم قوي ان انا كومبير الايه بينه وما بين النورمال سايد. طيب موست بيشنت وذ افالجن فراكشر، معظم الحالات لحسن الحظ بتمشي نون اوبراتيف تريتمنت، ما بحتاجش ان انا اعمل لها سيرجيكال انترفنشن، بمشيها كونسرفاتيف، بمشيها كونسرفاتيف بالطريقه العاديه اللي احنا قلناها ايست والايس، وان هو يستعمل كراتشز امبيوليشن بيحتاج لحد ممكن لحد اربع اسابيع لو السيبريشن ده بسيط، وبعد كده شويه مساج وستريتشنج فيزيوثيرابي ريهابيليتيشن بروجرام، ويبتدي يرجع يمارس الاكتيفيتي بتاعته بالتدريج لحد ما يبقى الويت بيرنج ما يبقاش بينفول، ويقدر يبتدي يعمل بالجدول ستريتشنج وريهابيليتيشن بروجرام لحد ما يقدر يرجع يمارس الاكتيفيتي والسبورت اكتيفيتي بتاعته. طيب مجرد ما يبتدي الاكتيفيتي ترجع تاني والبين يبقى فيه، بيبتدي نعمل تقويه للعضله. يعني الاول مرحله ان احنا نعمل له ريست وايس، الحاجات اللي احنا قلناها، يستعمل كراتشز او كازات يقدر يمشي بيها تحسن له الويت بيرنج، يقدر يحمل عليه ما يقدر يحملش عليها لما يبتدي يبقى بين فيه، وبعد كده ابتدي اعمل باسيف ستريتشنج، وبعد ما يبقى فيه الامور تبقى تمام ابتدي اعمل استرينث بقى اقوي العضلات تاني، وابتدي يعمل جدول تاني للسبورت اكتيفيتي. وطبعا ما بحتاجش اعمل ايديوجراف اعيد له الاكس اي الا لو لقيت ان الهيلينج تايم مش مظبوط، او ان في مشكله، او ان البين ما بيتحسنش، ساعتها بحتاج اعمل ايديوجراف تاني اتاكد ان هو ليه ما بيتحسنش، هل في مشكله ولا لا. ايه الاكسبكتد؟ الاكسبكتد ان هو يرجع يمارس رياضته، ده في معدل في الانتيفيولكس سباينال انتيفيولكس سباينال الى كيس من حوالي 8 اسابيع، لو الاسكالتيبوستي او السيمفيس بيوبس بيبقى من اسبوعين لاربع اسابيع. العوده المبكره للمارسة الرياضه ممكن تعمل لي هي انجي، لان ما بيبقاش حصل له كومبليت هيلينج، وبعد كده ممكن يحصل كرونيك بين ونون يونيون، ودي بوسيبل كومبليكيشن ان ما حصلهاش يونيون تاني في مكانها وبقت عامله مصدر الم مزمن، او ان بيحصل حاجه اسمها ميرالجيا باراسيتيكا. ميرالجيا باراسيتيكا دي كومبليكيشن ريليتد تحديدا، ناخد بالنا الكلمه دي الميرالجيا باراسيتيكا تحديدا الانتيريور ايلياك سباين، لان دي مرتبطه بالسوبرفيشال فيمورال نيرف. السوبرفيشال برانش اوف ذا فيمورال نيرف ده بيعدي جنب المنطقه دي، وده بيحصل له كومبريشن وايريتيشن بالانتيريور ايلياك سباين، فبيبقى على طول في بين
وبيعمل نيورولوجيك بين، عشان كده ميالجيا باراسيتيكا من الباراسيسز، وبيبقى فيه نمنس حوالين اللاترال اسبكت، ادييتنج اللاترال اسبكت اوف ذا ساي، دي كومبليكيشن بتحصل مع الانتير سوبيولك سباين لانها ريليتد للفيمورال وممكن يحصل حاجه اسمها هيب امبنجمنت. هيب امبنجمنت ان هي الانتير سوبيولك سباين اما حصل له سيبريشن بقى بيعمل احتكاك مع المفصل اثناء الحركه، ودي برضه كومبليكيشن. دي كل دي حاجات ان هي ممكن تؤدي لي بعد كده لتاخر العلاج بتاعه، وممكن احتاج سيرجيكال انترفنشن فيها ان انا اعالجها لانها بقت مصدر كرونيك بين، او ان هي ما بتتعالجش ما بيخفش. الاسكالكيبوست المفروض يقعد من اسبوعين لاربع اسابيع، قعد اطول فتره من المتوقع بتاعه وما بيتحسنش، فده بيبقى معناه ان ممكن احتاج اتدخل، يبقى في تدخل جراحي، يبقى القصه كده محتاجه سبيشالست ان هو يعالجها. لكن قبل كده القصه ممكن تمشي عادي خالص بالجنرال براكتيشنر او الدكتور الطوارئ ان هو يقدر يتعامل معاها، وان هو نعمل ايه اشورنس ان احنا نفهمه الحاله بتاعته ونفهمه القصه ايه، ونفهمه ان هو هيقعد فتره من اسبوعين لست اسابيع او اكتر على حسب، وهيتابع معانا عشان نشوف البروجريشن. واما البين يبقى مفيش، يبتدي يعمل باسيف ستريتشنج، وبعد كده يبتدي يعمل ماسل ستريتشنج ويقوي العضلات بتاعته، ويبتدي يرجع بالتدريج للرياضه. هي القصه كلها هي اشورنس، الا في الحالات اللي احنا قلنا فيها ان بقى عنده كرونيك بين، ان ما بقاش فيه امبروفمنت للبين، ان هو الاكسبكتد تايم بقى بولونجد، ما بقاش هو التايم الطبيعي، او حصل كومبليكيشن زي المالجا باراسيتيكا. برضه حتى الكومبليكيشنز مالجا باراسيتيكا او لو هي مايلد او ما هي السيفي قوي ما بتحتاجش برضه انترفنشن، بتحتاج فولو اب. وان انا بقى طبعا الوقايه ازاي بمنعها، ابقى عارف ان انا يعرف لازم يعمل ستريتشنج كويس قوي، لازم يأفويد الاسترين العنيف، لازم لو حصل له هيستوري قبل كده ان حصل له ابوفوسايتس او حصل له مشكله قبل كده، ابقى عارف ان هو موعد ان هو يتعرض لها تاني، وارد انها تحصل تاني لحد ما يحصل له سكيليتال ماتيوريتي ويحصل كومبليت فيوجن للابوفيسس. امتى بقى فيها؟ امتى دي مهمه؟ دي من الحاجات المهمه اللي احنا بناخد عليها، ان انا مين اللي هو اقول له لا انت كده ما ينفعش انا اعالجك كممارس عام او كجي بي، لا لا انت لازم تروح كونسلت سبيشالست بيدياتريك اورثوبيديك سيرجن او بيدياتريك سبورت ميديسن فيزيشن للمشكله بتاعتك. ان هو السيبريشن ده اكتر من 2 سنتي، الافالجن ده لازم يبقى اكتر، واخد بالي من الكلمه دي، لازم يبقى اكتر من 2 سنتي. اللي هو مين اللي ريفير، مين اللي هيحتاج غالبا تدخل جراحي، اللي هو مين اللي هو اللي عنده افالجن اكتر من 2 سنتي، ان هو ما بقدرش يرجع يمارس الاكتيفيتي بتاعته بعد الاكسبكتد تايم، ان هو بيزيستنت بين وبيزيستنت سيمتومز. في الحاله دي لازم او حصل له عمل فول اب الاكس بي لقيت فيه نون يونيون وفيلير اوف يونيون، في الحاله ديت لازم ايفير. تمام تمام يا دكتور. في حد عنده سؤال بالنسبه للافالجن؟ اي حد عنده اي اسئله؟ هو احنا كده خلصنا المحاضره دي، المحاضره دي شورت كده خفيفه ان شاء الله، بس لو حد عنده اي اسئله فيها، المفروض ان هي مبنيه على اللي فات و بنفس الكلام تقريبا بس بناخده بشكل تاني، فدي تأكيد ومبنية على الكلام اللي فات اللي احنا قلناه. فلو حد عنده اي اسئلة في الموضوع ده يقول. طب تمام، شكرا لكم. شكرا جدا يا دكتور. شكرا يا دكتور. العفو.